السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم فيديو قصير ومهم، قبل العيد نعطيكم لاستيس هذية للي باش تخزن اللحم مفروم، باش نعطيها لاستيس الصغير. عنا اللحم مفروم مثلا القيمة اللي باش تعمليها، نشدو ساشي كبير أليمونتير نتاع تخزين في الثلاجة من نوع الكبير، ونحلوه ونعبو فيه القيمة اللي باش نخزنه، يبدا كبير يهزه. نحلو الصاك، نحطو في الصاك اللحم مفروم القيمة اللي حشتنا بها باش نخزنوها، حطيناه في الصاك، نسطحو اللحم في الصاشي باش ما ياخذلناش بلاصه كبيره في الثلاجه، الثلاجه تبدا معبيه بلحم العيد، الطريقه هذه ما ياخذش بلاصه خلاص. يجي نفس السمك الكل باش يجي قيمه واحده، كي تجي تجبدي الطرف هو يبدا غليظ، نفس السمك نسطحوه قد القياس نتاع الساك بلاستيك، بلاستيك الغذائي، ونخلوه نفس السمك. بعد ان نسطحوه مليح نعملو جينا هكا نمشوها باش البلاصه الضعيفه ما تبقاش يعني فارغه، يجي معبي كل كيف كيف. نزيد نعاود نقلبوه، نخلو شوي ما نعبوش الاخر لهنا، لا نخلو شوي فارغ، شفتوا معايا هاو مسوي تم. كيما باش تطيبه مثلا العرضه ضاي نقسم على ثلاثه، شوف مش حتى معناها بالذمه باش تلقوش مغرفه فيها يعني فيها بلاصه مسطحه كيفك اينوكس كيف هذيه، انا ما نحيرش في الكوجينه اي حاجه نعمل به نقمر به. ترصي لين يبان الساشي الاخر من اللوطه فارغ، شوفوا لين يبان البلاصه الاخرى فارغه من تحت، يعني تسطري تسطير وترصي من وترصي مليح كيف هك لين يبعدوا على بعضه. نزيد نقسم الاخرى على اثنين، ميزاني عيني مشني باش نوزن بالضبط، ميزاني عيني، المهم يتفرق على اثنين برك. نمشي نقعد نمشي في المغرفه لين يتفرق اللحم على اثنين، ونزيد ونعملو يعني البلاصه الاخرى كيف هك. ما يتقطعش راه الساك نتاع الساك الغذائي هذايا خشين ما يتقطعش، يعني ما تخافوش عليه، اما ما تقدوش بالسكين، السكينه ما تقدوش بها، والبلاصه التلعنيه لازمكم تشدوا البلاصه هكا باش ما يطلعش لبرا اللحم. كملنا اللحم، نبيتو في المجمد كيفك، وغدوه نوريكم النتيجه نتاعو كيفاش كي نجي نجبد قرص يتنحى وحده. يتلى اللحم في الكونجيلاتير في المجمد، وكي جيت نخرجو يعني عملتلو هكا بداية كلي عوجتو شوي مثلا، شوف كيف هكا هكا باش يبدا طوابع طوابع، يتقص هو في الساشي طوابع طوابع، وكي جو نطيبو احنا قصيناهم تو بداية، كي جو نطيبو شوفو علاش نتحصل كل نهار قيمة نتاع الطياب نتاعنا واش نحبو. شفتوهم كيفاش جو، يعني كل واحد اللي عملناه بالمغرفة أمس، يعني اللي قمرناهم أمس اللي عملناهم أمس بالمغرفة، شوفوا كيفاش جو مثلا كل نهار وقيمة باش تقدي به، والباقي تعاودي ترجعيه للمجمد، كملتي بيه تعاودي ترجعيه. مثلا هذا باش نخدمو به اليوم، هذايا نحطوه
يتحل وبعدك يعني نفوحوه ولا الطريقه اللي باش نطيبوا به. ما انا هزينا منه الطبع هذاك هانا سكرناه ونرجعوه للمجمد ما يخلش لنا بلاصه. شوفوا العرض نتاعو يعني ما عندوش عرض هكاك. نعملوا اللحم مفروم نعملوه من الطبقه اللوطانيه يعني تحت الساشيات خاطر هي شوفي ماشي معناها ماشي عريضه وما تاخذش بلاصه كبيره. وهذا باش نطيب به اليوم. ها نحى المرس وحده شفتوه معايا هذا باش نخدم به اليوم. وهذا كيبقى مجمد وباين يعني كل بار وحده. مثلا هذا نتاع نهار الثلاثاء هذا نتاع نهار الخميس هذا نتاع نهار السبت ولا هذا نتاع باش نعمل به كسكروت خفيف هذا باش نعمل به شوربه هذا مثلا نقسمه انا واش نحب يعني البرنامج نتاعي في الاسبوع كيفاش تنطيب. ان شاء الله تعم الفائده وان شاء الله نكون فدتكم في الفيديو هذا والى اللقاء ان شاء الله في استيس اخر وفي اكله اخرى ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.